الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار أحبتي في الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير يقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي في الله هل تعلمون كم يكلف النظر إلى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون كم واش عارفين شحال كتسوى باش تشوف النبي مره واحده يا الله صلى الله عليه وسلم رؤيته متعه
باش تشوف النبي متعة متعة. يا الله عيشوا عيشوا معي رهدتوا كذي مليح. أعيروني القلوب والأسماء. بغيت من هذه الخطبة تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا رغم أنف الكافرين والمشركين والملحدين. سمعوا مزيان ردوا معي البال. نظرة واحدة عارف شحال كتسوى غير باش تشوف غير مرة النبي أتزاديجو ما يا الرسول عليه الصلاة والسلام غير مرة تشوفوه مرة يا الله. شوف اسمع الحديث. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله صلى الله عليه وسلم. النبي كيقول صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث من أشد الناس حبا لي اللي كيحبني بزاف من الأمة ديالي يا الله الناس غادي يجيو بعدي ماشي في زمن الصحابة لا 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 غادي يجيو بعد النبي صلى الله عليه وسلم يود أحدهم الإنسان يتمنى يشوف النبي يعطي كل شيء اللي عنده الفلوس اللي عندك والمرأة الوليدات تعطيهم باش تشوف غير النبي مرة واحدة. تخيل معايا انت ملياردير عندك المال بزاف عندك ألف من الولد تصور تصور ملياردير أغنى مسلم في العالم عنده الفلوس وعنده الوليدات وعنده كل شيء غادي يعطي كل شيء هذيك الشيء باش يشوف غير النبي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. عندكم الخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان كيتمنى يتلاقى معنا تغى يتمنى غدا غيزة النبي كان كيتمنى يشوفنا ويجلس معنا ويتكلم معنا وينصحنا ويعيش معنا. سمع الحديث. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غر المحجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة جا المقبرة الباقية ادعى معاه منين بغى يخرج اش قال للصحابة اللي كانوا معاه قال لهم وددت أن رأينا إخواننا قال لهم تمنيت نشوفوا خوتنا النبي بغى يشوفنا. يا الله تصور تصور وانت كتقول غير سنة وهلا ما عليش عيش 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 كذي عيش معايا عيش. النبي كان كيتمنى يتلاقى معنا قال الصحابة وددت أن قد رأينا إخواننا لو كان نشوفوا خوتنا. قالوا للصحابة أولسنا إخوانك احنا ماشي خوتك قالهم بل أنتم أصحابي. هنا الصحبة أكثر من الأخوة. الصحابة عاشوا مع النبي عندهم واحد الفضل كتار. قال لهم بل أنتم أصحابي إخواني الذين لم يأتوا بعد الإخوان ديالي اللي غادي يجيو بعد اللهم اجعلنا منهم. قالوا له وكيف تعرف من يأتي من أمتك بعد يا رسول الله كيفاش غادي تعرف الناس غادي يجيو بعدك دابا شحال قرون 15 قرن اللي داز كيفاش غادي تعرفهم يا رسول الله. النبي جاب لهم واحد المثال قال لهم إلا شي واحد عنده الخيل هذا الخيل عندهم الرجلين بويل والوجوه بويل إذا عندي شمرارن إغنبب لي شمرارن
ألا يعرف خيله؟ واش هذا الإنسان اللي عنده الخيل الرجلين بويض والوجوه بويض مع شي خيل كل شيء سوي أقينا كسادا مرة ذي بارشان ولتغاسي سادا إذا عندي شمرارا إغنب بدي شمرارا. قالوا له بلى يا رسول الله. في الساعة غادي يعقلهم الإنسان الخيل الخيل اللي عنده الرجلين بويض في الساعة غادي تعرفهم. قال لهم هكذا غادي يجيو الأمة ديالي يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، غادي يجيو الوجوه ديالهم فيهم 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 النور، ليس متفوت ليس من النور، اللي غنباب نسن اللي فاسن ديضا، يا الله يا الله، بالوضوء كيفاش اللي ما كيتوضاش؟ يا الله، ردوا البال مع ولادنا، عندنا الربان نغا كثار ونغ، كيسيدنا، قال لهم غادي يجيو فيهم النور، ليس متفوت فيهم النور، وغادي يعرفهم النبي، وفين غادي يجيو عنده؟ ماني غادي غياسن؟ عند الحوض 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 فيه الماء اللي غادي يشرب لا يظمأ بعد الشرب واللي غيسول ويتفيد يعني يوم القيامة 50,000 سنة والناس واقفين واقفين عريانين والشمس ولكن اللي غادي يشرب خلاص لا يظمأ وغادي تسبو فرعة ما يعطش يا الله هنا في الحديث ردوا معايا الباب النبي قال لهم غادي يجيو شي ناس من الأمة ديالي يبغيو يشربوا الملائكة غادي يشبروهم يوقفوهم النبي عليه الصلاة والسلام غادي ينادي على الملائكة يقول يا الملائكة خليهم يجيو عندي هذوك من الأمة ديالي اش غادي يقولوا الملائكة إنهم بدلوا وغيروا بعدك راه بدلوا وغيروا النبي غادي يدعي عليهم غادي يقول لهم سحقا سحقا يا الله النبي عليه الصلاة والسلام كان كيدعي معانا كان كيدير معانا الدعاء وانت كتقول غير سنة ولا معليش وكذا دابا أي واحد غادي يتكلم معاه تقول له تصلي ركعتين قبل الظهر المثال راه سنة وكذا إلا دخلتي للمسجد دير تحية المسجد المهم أي سنة من السنة صوم الاثنين والخميس يقول لك إيوا صافي سنة سنة لا النبي كان كيدعي معانا تغيت تدكينا غير الدعاء شوف الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم يا الله. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكي فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ واحد مرة واحد الآية الآية كتكلم على إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام دار الدعاء رب إنهن أضللن كثيرا من الناس كيقول يا ربي الأصنام خرجوا الناس على الطريق الناس كيعبدوا الأصنام يا ربي اللي تبعني اللي آمن بيا يا ربي اغفر له ودخلوا معايا الجنة واللي ما بغاش ما آمنش يا ربي اهديه يا ربي تهديه للصراط المستقيم باش تغفر له باش ترحمه إبراهيم عليه السلام فيه الرحمة والشفقة على القوم ديال كذلك عيسى عليه السلام كل شيء الأنبياء كان فيهم الشفقة والرحمة على الأقوام ديالهم عيسى عليه السلام حتى هو دار الدعاء إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم إلا غادي تعذبهم اللي ما أمنوش فيا ما تبعونيش إلا غادي تعذبهم استحقوا العذاب هما كفروا ما شكروش الله على النعم اللي عطاهم الله خلقهم وعطاليهم وهما كفروا إلا غادي تعذبهم درت معاهم العدل ديالي وإن تغفر لهم وإلا غادي تهديهم يا ربي غادي تبين لهم الحق باش يتبعوا الحق ديالك إنك أنت العزيز الحكيم أنت حكيم حكيم في شؤونك كل شيء فالنبي من نقرأ هذه الآيات
جات له الرحمه والشفقه على الامه ديالو. اش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع اليدين ديالو وكيدعي معاه يا ربي الامه ديالو كيبكي. شوف الحديث دا كيبكي يترو يتدعى يا ربي الامه يا ربي الامه. رب العالمين قال لجبريل مشي لمحمد سولو علاش كيبكي ما يميتو. جا جبريل رب العالمين اعلم يعلم ما في الصدور لا تخفى عليه شيء. فرب العالمين قال لجبريل مشي لمحمد سولو علاش كيبكي ما يميتو محمد صلى الله عليه وسلم. فجا جبريل سولو النبي خبرو قال له راني كنبكي على الامه ديالي كندعي مع الامه ديالي كلشي الامه ديالي. فرب العالمين اش قال لجبريل؟ يا الله قال له قل محمد صلى الله عليه وسلم انا سنرضيك في امتك غادي نرضيك في الامه ديالك غادي يعجبك الحال يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله شحال تحب النبي بشحال كان كيدعي معنا كيفاش يجي في القلوب ديالنا المحبة ديالو والسنة ديالو كيفاش نفتشو عليها أي شيء أمر به النبي نديروه بواحد الحب ما يجيش علينا ثقيل وغادي تسمعوا يذكرخر سنة النبي ما تجيش علينا ثقيلة لا نحبو غادي تسمعوا والله تسمعوا شي حوايج يا الله. اسمع الحديث عم الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يا الله النبي كيقول في الحديث رب العالمين استجب للأنبياء كل شيء الدعوة ديالهم. أي نبي من الأنبياء الله عطى له واحد الدعوة قال له هات الدعاء إلا دعيتني غادي نستجب لك. الله علمهم أي نبي من الأنبياء قال لهم إلا دعيتني دير الدعاء أنا غادي نستجب لك. فكلشي الأنبياء دعوا في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلشي الأنبياء تعجلوا وداروا الدعاء في الدنيا قال لك إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي خليت هذاك الدعاء حتى ليوم القيامة نقول يا ربي قلت لي في الدنيا دعيني غادي نستجب لك على واحد الدعوة يا ربي خليت لك هذاك الدعوة حتى لدابا غادي نشفع في الأمة ديالي. أش قال النبي في الحديث من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الإنسان يعبد الله ما يديرش الشرك يوم القيامة النبي غادي يشفع فيه صلى الله عليه وسلم. اسمع عاود هذا الحديث والله خوتي ما نقدرش نكمل كل شيء هذا الأحاديث. يا الله الحديث روى ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس فقلت يا رسول الله ادعو الله لي فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أصرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ قالت ولما لا يسرني دعاءك يا رسول الله؟ قال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. واخا يقولوا النبي ديالها اللي دار واخا يصوروه واخا يديروا شكون اللي غادي يخرج المحبه شكون اللي غادي يخرج المحبه للنبي من قلوب المسلمين حتى العصاة حتى اللي راه في البار كيشرب الشراب غير تكلم له على النبي غادي يتعصبوا غادي يدير شي حاجه. فما بالك باللي كيصلي وباللي كيحفظ القران واللي كيحافظ على الصلوات الخمس كيفاش المحبه للنبي تكون في القلوب ديالو؟ محبة النبي أغلى من كل شيء. النبي أغلى من كل شيء. أكثر من الأولاد ديالنا، أكثر من النساء ديالنا، أكثر من الفلوس، أكثر من كل شيء. النبي أغلى من كل شيء. شوف الحديث. قالت عائشة، قالت واحد المرة شفت النبي ناشط مزيان وقلت له يا رسول الله دير معايا شي دعاء. فما شي جمعة صغيرة الرسول وقت مليح في الناس كيدير الدعاء. دعا معاه. أش قال في الدعاء؟ منين هذه الدعاء؟ يا ربي
اطفال عائشه من يعذون من دغيس من يظهر من النفع دعا معها واحد الدعاء عجيب يا ربي تغفر لعائشه الذنوب ديالها كامله اللي داز واللي غادي يجي ما اصرت وما اعلنت يا الله عائشه ضحكت ضحكات وفرحات من شده الضحك والفرحه الراس ديالها سقط ليها في الحجر ديالها يوضا يسوج الجيف لكحاب ورمس يا الله النبي قال لها أي صرك دعاء واش فرحتي بهذا الدعاء عجبك الحال يعجبها من حال الدعاء قالت له واه يا رسول الله قالت له انا فرحت بزاف فاحظ اش قال لها النبي يا الله حلف قال لها والله هذا الدعاء اللي دعيت معاك كان دعيه مع الأمة ديالي في كل صلاة يا الله النبي كان كيدعي معنا في كل صلاة ذي كل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كيدعي معنا كيقول اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت يا الله صلى الله عليه وسلم اسمع عودة هذا الدعاء اسمع هذا الحديث الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام يا الله النبي كيقول في هذا الحديث أي واحد كيسلم عليا دابا أنت ملي كتقول السلام عليك يا رسول الله رب العالمين كيرجع الروح للنبي وكيرد علينا السلام يتعرض خارج السلام فوقاش ما سلمتي على النبي النبي كيرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم يا الله العلاقه ماشي مشات لا 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 باقي باقي النبي في الاخره ولكن الامه ديالو مع النبي علاقه هكا مشبره ما كاينش اسمع الحديث اخر روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه صلى الله عليه وسلم النبي كيقول في هذا الحديث اللي غادي يكون قريب ليا يوم القيامة واللي غيرين زاف يوم القيامة واللي كثر رمز الصلاة خار الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيكثر من الصلاة على النبي حتى يولي اللسان ديالنا راطب وانت غادي في الطوموبيل وانت كتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انت في الخدمة ديالك كاتبني ولا كاتبنتر أي شغل وانت كتصلي على النبي حتى يولي عندك النفس ديالك مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله رب العالمين لكي أمرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأمرنا نصلي ونزكي ونحج ونقرأ القرآن رب العالمين جل في علاه اللي كيأمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا من نسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا إيوا اسمع راه الله غادي أمرك ولا غادي ينهيك المؤمنين الله كينادي علينا صفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا أين إزاي يؤمنن اللي آمنوا بيا المؤمنين هذا عجيب شوف دابا اي واحد ينادي عليك برا يقول لك المؤمن المؤمن واش تفرح ولا ما تفرح فرب العالمين الملك الكريم جل في علاه ينادي علينا في القران يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم يا الله اسمعوا حديث عجيب كيتكلم عليه يوم الجمعه روى ابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي فيه من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا صلى الله عليه وسلم النبي كيقول في النهار ديال الجمعة إن من أفضل أيامكم أفضل الأيام ديال الأسبوع يوم الجمعة عيد المؤمنين عيد اللبسوا الجديد ناكلوا مزيان ونفرحوا الوليدات في النهار ديال الجمعة خص الدار ديالنا والبيت ديالنا تتنور بالعطور وبالماكلة بكل شيء نفرحوا عيد
في يوم الجمعة فيه الله خلق آدم وفيه قبض الروح دياله وفيه غادي تفنى الدنيا فيه كل شيء في يوم الجمعة يا الله. النبي كيقول لنا فأكثروا علي فيه من الصلاة، كثروا من الصلاة عليا في يوم الجمعة. خصنا ما نغفلوش نكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال فإن صلاتكم معروضة علي، أنت تصلي على النبي عشرات المرات مئات المرات مش حال ما الملائكة كيديو هذاك البركة حتى للنبي. ها فلان بن فلان في مدريد في إسبانيا كيصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصنا نكثروا. النبي قال لنا فأكثروا فيه علي من الصلاة. الصلاة ديالكم معروضة علي، أنت تصلي على النبي كيوصل له الخبر. يتكوا ذا سرخبة. تصور معايا دابا أنت يوصلك شي واحد الخبر مزيان، واش تفرح ولا ما تفرحش؟ تفرح بهذا السيد هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عجيب، أجمعت لكم كل شيء الأحاديث لكي تكلموا على محبة النبي لأمته صلى الله عليه وسلم. شوف عودة الحديث، يا الله، هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أوتي بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول اللهم هذا على محمد وعلى آل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهم. يا الله، عيش. النبي صلى الله عليه وسلم في نهار العيد عيد الأضحى كان كيشري جوج ديال الكبشين، اثنين حوريين يسطا، اثنين كبار ومزيانين وكذا، منين كيصلي وكيخطب في الناس كيجيبوا له الاول كيذبح له. اش كيقول؟ اللهم هذا عن أمتي جميعا. النبي كان كيذبح على الأمة ديالو اللي ما عندهمش، كاين فقراء المسلمين ما عندهمش باش يذبح، النبي يذبح عليهم، كيدعي معنا، يتمنى يتلقى معنا، كيرفع علينا الحولي. يا الله، شحال حبوا هذا، شحال نتمناو نتلاقاو معاه. بالله عليكم شحال فرحتوا دابا غير بهذا الأحاديث، شحال فرحتوا، شحال النبي كان كيدعي معنا، يتمنى يتلقى معنا. يوم القيامة كل شيء الأنبياء غادي يسكتوا، ما يقدروش يتكلموا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادي يمشيوا الناس كل شيء، يمشيوا الآدم، يمشيوا الإبراهيم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى عليه الصلاة والسلام، كل شيء يقولوا الناس، يقولوا الأنبياء أي نبي اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ واش ما شايفش؟ حنا خايفين، تكلم على الله يدير الحساب. كل شيء الأنبياء يقولوا نفسي، اذهبوا إلى غيره إلا رسول الله. منين يجيوا عنده الناس يقولوا له يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. اش غادي يقول النبي؟ أنا لها، أنا اللي غادي ندير لكم هذا الشيء. النبي كيقول فآتي تحت العرش فأسجد لله سجدة مقدار جمعة. النبي غادي يسجد مقدار جمعة، سجدة واحدة يسجد يوم الجمعة ما يرفع راسه حتى الجمعة أخرى، هو كيحمد الله وكيشكر الله يثني على الله. كل شيء الناس ساكتين، كل شيء الناس خايفين، لا يتكلم أحد، لا يتكلمون، لا تسمع إلا همسة غير النفس، الناس كيردوا النفس، كل شيء ساكت وكل شيء كيستنى. غادي يسمع هو في السجود، غادي يسمع يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، يا محمد عفا جدي في النش تارى يمين تخسد انا شفع لي، وين يتخسد انا يتشفع. اش غادي يقول النبي؟ اللهم امتي
غادي يبكي وغادي يقول يا ربي بغيت الأمة ديالي كل شيء غادي يمشي للجنة حتى واحد ما يمشي للجنة. يا الله رب العالمين غادي يقول له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة. الهدية الأولى الإكرام الأول غادي يقول له الله يا محمد دخل من الأمة ديالك اللي غادي يمشيوا للجنة بغير حساب. في واحد الحديث 70,000 اللهم اجعلنا منهم. وفي واحد الحديث آخر صحيح كل واحد من هاد 70,000 يكونوا معاه 70,000. يا الله هادو غادي يمشيوا للجنة بلا حساب بلا والو ديريكت للجنة. يا الله غادي نختم لكم بهذا الحديث غادي ندير الدعاء. يا الله حديث رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الله النبي كيقول في هذا الحديث ادعى ادعى على واحد ودعى مع واحد يدعى يدعى في الجن يدعى ما كيجي ادعى مع اللي كيحكم على المسلمين مالك رئيس وزير كيف ما يكون هذا امير كيف ما يكون في الدوله في المدينه في كل شيء. النبي دعا على اللي كيسير على الامه فشق عليهم فاشقق عليه. يا الله دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه نبي اللي كيسير على الامه ديالو يا ربي فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق به فارفق به. واللي كيحكم على الامه وطهل فيهم قراهم عطاليهم ياكلوا ويشربوا وكان كيتفقدهم بحال اللي كان كيدير سيدنا عمر امير المؤمنين. منين تقرا الحياه ديالو عجيب سيدنا عمر منين كان كيحكم كيحكم على الجزيره في كل شيء وحسب حتى المغرب حتى الشام حتى الهي كل شيء. هو في المدينه كيكون عنده الخبر كل شيء ديال الناس واش واكلين ولا ما واكلينش. ملي كيصلي العشاء كيمشي مع الخدام ديالو وكيدور في المدينه كامله في القرى اللي ساكنين فيها الفقراء والمساكين وكيشوف الناس واش ناعسين ولا عاد ما ناعسينش. يا الله اللي عارفين اللي عارفين العقوبه يوم القيامه كيفاش غادي تكون. فالنبي عليه الصلاه والسلام كيقول في الحديث الحديث رواه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق إن الشيطان لا يتشبه بي. النبي قال في الحديث اللي شافني في الرؤيا اللي شافني في المنام راه شافني نيشا. إلا شفتي النبي في الرؤيا راك شفتي النبي نيشا على الصورة اللي وصفوا به العلماء العلماء ديال السياق اللي قالوا لنا النبي ها كيفاش كاين ها اللحية ديالو ها بشحال ديال الشيب اللي كان فيه 17 الشيبات ها كيفاش كان الراس ديالو ها كيفاش كان الشكل ديالو. الا شفتي النبي والنبي تكلم معاك ولا سلم عليك ولا ضحك عندك راك شفتي النبي نيشان. الشيطان ما كيتشبهش بالنبي. علاش جبت لكم هذا الشيء هذا الحديث ديال الرؤيا؟ ملي كنت في الحبس البيبان تبلعوا كاملين كلشي تبلع كلشي. المحامي وقفته كان بغى يغرقني وقفته في نهار المحكمه مشيت للمحكمه قال لي القاضي غادي غادي دير ديكلاراسيون. قلت له اسمع اخوي قلت له هات المحامي غادي نوقفو انا ما بغيت والو انا بغيت نرجع للحبس. بقاو غير كيشوف ورجع كلشي تبلع البيبان كلشي تبلع. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بالشكل ديالو في كلشي ويبتسم عندي. يا الله قال لي غير شكر صباوة يا كان عندي واحد الثبات ثبات ثبات في الحبس كندير الدعوة نتكلم مع المغاربة نتكلم مع الناس دخلوا في الإسلام ومنين خرج ها أنا كندير الدعوة مدريد كاملة كندير فيها الدعوة. منين خرجت والناس شراو المساجد دابا خمسة المساجد شريناها وكملناها موستوليت شراو الكوركون شراو طوريخون شراو برونيتي شراو وانتم إن شاء الله ما بقى لكم والو غادي تكملوا كل شيء إن شاء الله. الخطبة إن شاء الله الجاية منين غادي نجي هنا نديرها في هذاك المسجد الجديد بإذن الله إن شاء الله. باذن الله الخطبه الجايه يمكن على شهرين على ثلاث شهور المهم انا بغيت ما نجي حتى ندير الخطبه في هذاك المسجد اللي هي جديد باذن الواحد الاحد. غادي نختم لكم بواحد الكلام ديال واحد العالم من العلماء الكبار القاضي عياض
اش قال؟ اسمعوا باش تعقلوا مزيان على الخطبه، الغرض ديال الخطبه، الزبده ديال الخطبه. اعلم ان من احب شيئا اثره واثر موافقته، والا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. باش نقولوا كنحبوا النبي صلى الله عليه وسلم خصنا نتبعوها اخوتي، نتبعوا في الاقوال ديالو في الافعال ديالو في كل شيء، باش هذا الشيء اللي كتشوفوا كل شيء في الاخبار وهاد الناس اللي كيتكلموا على النبي ديالنا خص يشوفوا المسلمين رجعوا للطريق. يا الله اش غادي يوقع؟ الناس غادي يدخلوا في الدين افواجا افواجا. كيفاش انت واحد كيتبعوه في العالم مليار ونص، كيلبسوه بحاله، كيديروا التحسينات بحاله، كيديروا اللحيه بحاله، واي عمل المسلم خصو يديرو بحال النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد تشوف الناس يدخلوا في الاسلام افواجا افواجا، لان الناس ما عارفينش. الناس دابا كيشوفوا الاخبار وكيصدقوا هذاك الشيء ديال الخبر، ولكن الا شافوا المسلمين اللي عايشين هنا في اوروبا، فرنسا، اسبانيا، هولندا، بلجيك، المعاملات، الاخلاق، الحكمه، اللين، الرحمه والسنه، فالناس غادي يتاثروا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم بارك في هذه الجماعة، اللهم بارك في هذه الجماعة، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح أولادهم يا رب العالمين، اللهم استر نساءهم يا رب العالمين، اللهم استر بناتهم يا رب العالمين. يا رب اجمع، يا رب كريس البركة، يا رب احتضن دار ونصر، يا رب احتضن ستيلسن، يا رب كريس البركة يا رزق نسن، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب يسرس الأمور، كنبر نخدم زيادة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر. اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم عليك بمن ظلمني. اللهم اجمعني بأولادي يا رب العالمين، يا رب اسمنا يكثر وين يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. شوفوا مزيان، اليوم غادي نكون معاكم هنا ندير الدار بعد صلاة المغرب، ما نجمعوا لا فلوس لا والو، بغيتكم غير تجيو عندي، غادي ندير انترنت ونتكلموا مع الناس ديال الالمان وهولندا فرنسا بلجيكا، يتعاونوا معنا باش غادي تبنيوا هذه البركه هذه ان شاء الله. انتم غير اجيو وتجلسوا معنا ان شاء الله. بارك الله فيكم. هاشا محمد خمسه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. غير بشويه ان شاء الله، اللي شاف شي بلاصه يعمرها. بارك الله فيك، غير الحكمه على الرحمه. بارك الله فيك، تكون فينا الرحمه والشفقه. بارك الله فيك.
الله أكبر